بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال أرأيت إذ آوينا إلى الصخرة فأني نسيت الحوت، يعني مهمته كما تقول أنت يضيع فيها الشيطان ولا ركز على أشياء أخرى. أنا كما تقول أنت الموجة الصغيرة سمكة ظهرت مش حوت اللي يلزم هو يبحث عن اتباعه يحرص على باش يقوده إلى المكان المطلوب. رسالة سورة الكهف رأى فيها عجائب وغرائب، وانتم محرومون من العجائب والغرائب اللي هي تفيد، محرومون تمام الحرمان، وتدعون العلم أو علم الفيزيولوجيا أو علم المورفولوجيا أو علم كذا وعلم كذا والعلوم الإنسانية. وقتاش كانت علوم العلوم الإنسانية؟ وقتاش كيفاش تبرى لها هي علوم لغي علم الاجتماع علم هو في زمان قد دخلت استاتيستيكا وقلت علم منين جاء؟ هو دائما نظريات تتبدل كل لحظة، هو اللي يتكلم على أنا ظاهرة واحدة اللي كل تكلم كل حديث يعطيك ما نتج في مخيلته لا في عقله، ويبدأ يسرد لك عد الأرقام وبالأرقام نومتونا والأرقام غلطتونا و و و الحمد لله كل اجتماع بين الطب وغير الطب يقول لهم يا ولدي نحيهم من بالكم اللي الأرقام اللي انت تمثل مرجعية لكم لا ثقة فيها ولا في من وزعها عليكم ولا ما تلقاش من يسمع كراهم. هذه وباء ضرب طبها في العالم الكل وإلا من رحمة المولى سبحانه وتعالى.